حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ترتيب. مثل ما عودناكم احبتي المشاهدين، في كل حلقه يستمر التمني ونستمر بان نكون مع الحسين بيا ليتنا كنا معك يا ابا عبد الله. ثم ننتقل الى حديث في عاشوراء، نتكلم بهذا الحديث عن ابرز الاحداث وما جرى في كربلاء، وكيف يمكن لنا ان نستثمر ونستفيد من تلك المواقف التي خطها لنا الحسين عليه السلام ومن معه بدمائهم الطاهرة. ثم ننتقل إلى قالوا في الحسين عليه السلام ونتجول بها ما بين الأدب الفصيح والأدب الشعبي، فأخليكم ويانا. حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين، يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك يا سيدي، لما جعلناك تجارة لربحنا البخس، هناك ناس تتاجر باسمك وتجعل من قضيتك سلعة رخيصة يسوق النفس بيها للناس، يتلعبون بمشاعر محبيك بقضيتك فيتقولون عليك كلام ما أنزل الله به من سلطان. يا ليتنا كنا معك يا سيدي، لما جعلناك لقمة عيش نملأ بها أجوافنا وبطوننا، يا من رقصوا على جراحك من أجل الطشة الفيسبوكية أو لزيادة عدد متابعين لإنستغرام، يدعون حبك زورا ويكسبون حب الناس وعندها تمرر صفقات البيع باسمك. أنت الخارج ضد الظلم والفساد والمفسدين، شلون تسوغ لمن أحبك واتبعك أن يكون فاسد وراح تكون أنت المحامي عنه أمام الله سبحانه وتعالى؟ بل وكيف سيكون هذا الحب هو باب للفساد وأنت محارب المفسدين؟ ألست أنت كأبيك الذي طبق عدله حتى مع أخيه ولم يسلم من مساواته الكبير والصغير؟ يا سيدي يا أبا عبد الله، كثر المتاجرون باسمك لتمشية بضاعتهم ولتسويق أنفسهم، فكنت أنت كشرطة اقتصاد تكشف زيفهم في زلات ألسنتهم لتفضحهم أمام الملأ. يا سيدي اليوم صارت ماركة لمن يريد أن يغش الناس بالزور، فيلصق اسمك على بضاعته الدنيوية حتى يصير ترند بعالم التفاصل الاجتماعي ورقم متابعين بالعالم الانستغرامي الوهمي. يا من حاربت المكذبين باسم الدين واللاعقين للشرع بطرف ألسنتهم، فكنت أنت البلاء الذي به اختبروا فقل الديانون وبان المزيفون، يصعدون أعوادا تسمى منابر فيتقولون عليك كلاما ينحرونك به كل يوم بطريقة أشد قسوة من ذبح ابن الجوشن، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة من وقع الحسام المهندي. يا ليتنا كنا معك يا سيدي حتى نميز من جعلك بضاعة سلعته ومن جعل نفسه سلعة لبضاعتك، وهيهات ما بين الاثنين من فرق بضاعتنا الدنيوية الفانية وبضاعتك الأخروية الباقية. يا كاشف زيف المتاجرين بالدين، اكشف زيف من يتاجر باسمك، فإنك الماركة الأكثر صدقا ولا تستحق أن توضع على سلع الخردة. وصلنا وإياكم أحبتي المشاهدين إلى حديث في عاشوراء. حديثنا في عاشوراء لهذه الليلة سيكون مختلف من حيث الطرح والإجابة، لأن من معي سيكون إحدى الشخصيات المهمة ووكيل لأحد المراجع سماحة الشيخ أسام الخزرجي، حياكم الله وأعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله. طبعا نرفع التعازي إلى سيدي مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى المرجعية الرشيدة والمؤمنين والمؤمنات، وشكري وتقديري لقناتكم الموقرة في استقبالي في هذه التغطية الخاصة، وأتقدم بالشكر إلى من سعى في هذا اللقاء. شكرا لكم. الله يحفظكم سماحة الشيخ. شيخنا، بداية لازلنا في أيام استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أول مجلس عزاء أقيم للحسين عليه السلام في الأرض. طبعا وضعت يدك على جرح في قلبي، وكنت أتمنى أن أصرح بهذا التصريح. طبعا نحن أصحاب الدليل وأينما مال نميم، في كتاب إقامة المآتم لإقناع اللائم للعلامة الأميني قدس سره الشريف رضوان الله تعالى عليه، يقول أول مجلس عقد للحسين صلوات الله عليه عند ولادته
لأن كانت عادة أمير المؤمنين عليه السلام لا يسبق أخيه وحبيبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتسمية أبنائه. فعندما ولد سيدي ومولاي الحسين صلوات الله عليه حمل الحبيب المصطفى الإمام الحسين عليه السلام ودخل إلى مخدعه، وكان المخدع هو عند زوج النبي عائشة، وقد حضر جلة الصحابة من أبيها الأول والثاني والكثير من صحابة رسول الله مهنئين بهذا الوليد. فلما دخل الحبيب المصطفى وهو يحمل الوليد ودخل مخدعه حمل الإمام الحسين وقال: اللهم هذا ولدي وبضعتي وخاصتي، فاخبرني ما أطلق عليه من الأسماء. فاعترضه الأمين المؤتمن جبرائيل، صحف مطهرة بأيادي سفرة، وكان الأمين المؤتمن وجبرائيل عليه السلام. قال: يا محمد. قال: بلى أخي جبرائيل. قال: أليس عليا أخاك بمنزلة هارون من موسى؟ قال: بلى. قال: إذن أطلق عليه أحد أبناء أسماء أحد أبناء هارون عليه السلام. قال: أخي، نحن عرب ونسمي بالأسماء العربية. قال: يا محمد، إنا جعلناه من هو حسينا لم نجعل له من قبل سمية. تشلون؟ فقال: وما فضل هذا الوليد يا أخي جبرائيل؟ قال: إن هذا الوليد له فضل عظيم، ولكن يا محمد، في هداية وقتل هذا الغلام سوف يثبت الله قواعد دينه وتعاليم إسلامك يا رسول الله. فبكى الحبيب المصطفى وأجهش بالبكاء وأخبره ما يجري على الإمام الحسين سلام الله عليه لحظة ولادته. فخرج الحبيب المصطفى وكان صحابة النبي هم واقفون جميعا من المقربين الأجلهم، قالوا: مما بكاؤك يا رسول الله؟ فأخبرهم ما يجري على الحسين صلوات الله عليه، فأجهش بالبكاء من كان واقفا في ذلك المجلس. طبعا الراوية من؟ عائشة زوج النبي. فانظر من، ويذكرها العلامة الأميني في كتابه إقامة المآتم لإقناع اللائم، وهو كتاب مشهور ومعروف. نعم. انظر من يطالبون بالوحدة، هذه الوحدة، هؤلاء هم المسلمين. الحسين ليس لفئة، ليست إلى الشيعة، هو لأمة محمد، يعني ابن رسول الله، أو هو شهيد الإنسانية كما يطلق عليه بعض الأحرار، يقول الحسين شهيد الإنسانية وشهيد الدين وذبيح الله صلوات الله عليه. نعم. شيخنا، احنا في لازلنا يعني ايام الاستشهاد، عبرنا يوم العاشر وايام دفن الاجساد. السؤال هنا: هل حضر النبي عليه افضل الصلاة والسلام في كربلاء وفي نعم. دفن الاجساد؟ بل النبي والزهراء عليه السلام وامير المؤمنين حضروا الى كربلاء، حضروا في دفن الاجساد. نعم. وكيف كان حضورهم؟ طبعا في بادئ الأمر أنا أقول في الدليل، والدليل هذا معروف للجميع، عندما ندخل لزيارة الأضرحة لأئمة الأطهار زيارة النبي، ماذا نقول في الزيارة؟ أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. وترد السلام. إذن هم أحياء أم ليسوا أحياء؟ نعم، أحياء. والحبيب المصطفى صلوات الله عليه ماذا يقول؟ يقول: من سلم أو صلى عليه كان حقا على الله أن يرد علي روحي في جسدي وأسلم وأصلي عليه. إذن النبي حي صلوات الله عليه. استشهادي في هذا الكلام: قالت أم سلمة رضوان الله عليه زوج النبي والأعظم، طبعا أم سلمة يقول عنها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: هي خير النساء من بعد جدتي خديجة. عرفت شلون؟ لذا حديث القارورة المشهور: ما كلا الفريقين، عندما أعطاها النبي صلوات الله عليه القارورة وقال: يا أم سلمة، إذا أصبح هذا التراب دما عبيطا فاعلمي بأن ولدي الحسين قد قتل. والمشهور هنالك حديث القارورتين، لأن هذه التربة أتى بها جبرائيل هي من أرض كربلاء وأعطاها إلى النبي ودفعها إلى أم سلمة وأخبرها: إذا أصبحت دما عبيطا فاعلمي بأن
الحسين قد قتل، هذا اللي معروف عندنا، المعروف المتعارف عند كلا الفريقين. نعم. الدليل في الرجوع إلى السؤال عند استشهاد أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، أول من علم بالمدينة المنورة تقول رأيت في عالم الرؤيا من؟ أم سلمة رضوان الله عليه، رأيت الحبيب المصطفى في عالم الرؤيا، والحبيب المصطفى يقول من رآني في المنام فقد رآني، لن لا يتمسك الشيطان بي، وهذا حديث صادق. تقول رأيت النبي وقد أغبر وهو أشعث، أي بقايا التراب على رأسه وجسده. قالت ما هذه الحالة يا رسول الله؟ في رواية أين كنت يا رسول الله؟ قال الآن انتهيت من دفن ولدي الحسين وأصحابه في كربلاء. انظر، إذن الحبيب المصطفى حسب هذه الرواية، وهذه الرواية تروى عن ابن عباس، نعم أيضا هم ذكر عن ذلك بأن الرسول الأعظم صلوات الله عليه قد حضر في واقعة الطف. أما سيدتي فاطمة في هذه الليالي كليلة الحادي عشر، وأنا شيخنا معذرة، أنا الليلة الحادي عشر وحضور الزهراء سلام الله عليها ومريم وآسيا بنت مزاحم، هذه الشخصيات العظيمة من بعد الزهراء عليه السلام، كانت موجودة في ليلة الحادي عشر؟ وشنو دورهم؟ شنو الغاية من وجودهم؟ بالأحرى كم مرة نزلت مريم وآسيا وأنا هذا بعده، اي نعم، وتكتم هي أخت هارون وموسى عليه السلام. الرواية الأولى تقول يوم ولادة أمير المؤمنين، عندما دخلت فاطمة بنت أسد إلى الكعبة المشرفة وأغلقت عليها الأبواب. فأنا أسأل سؤال لك وللجمهور، كيف تلد المرأة إن لم تكن هنالك مرأة تليها؟ من القضايا العقلية، ما تصير. فتقول مولاتي فاطمة جلست على دك حجار، ففجر الله من تحتي ماء عذب وهو ماء الكوثر، وقيل بأنه ماء زمزم كما يذكره في باقي المصادر. فقالوا من أين أكلت يا فاطمة؟ قالت تدلت قطوف الجنة فوق رأسي، كما حدث مع مريم عرفت، وهزي بجذع النخل. الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده، وهو الرزاق، يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. فتقول أقبلت علي ثلاث نساء طوال كأنهن من نساء بني هاشم. نساء بني هاشم فد مواصفات فريدة، نعم، طويلات تكون ولها قيافة خاصة. فجلسنا وولدت فاطمة بنت أسد من؟ مولانا أمير المؤمنين. هذه الرواية. الرواية الثانية تقول خديجة زوج النبي صلوات الله عليه الله تعالى، وما أدراك ما خديجة. تقول عندما تزوجت الحبيب المصطفى صلوات الله عليه قاطعوني نساء قريش، قالوا لأنها تزوجت الفقير، أمحمد الفقير؟ بل هو أغنى الأغنياء، إن الله قد خلق الكون كله لأجل محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد. فتقول حضرنا هؤلاء الثلاثة من؟ مريم وآسيا وتكتم، هي شقيقة هارون وموسى عليه السلام، حضرنا في ولادة الزهراء صلوات الله عليها، لأن لا تلي المرأة إلا المرأة حقيقة. فعرفتها، قالت من أنت أخي؟ قالت أنا أختك مريم، وقالت أنا آسيا، وقالت أنا تكتم. إهنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هؤلاء أحياء ولكن لا نستطيع أن نراه أو نشعر بهم. تشلون القضية في قضية يوم عاشوراء بعد استشهاد الحسين، نعم، وكما يعبر الناعي ويقول يوم حسن يوم تعالي. إهنا تقول الرواية عن مولاتي من؟ زينب صلوات الله، عندما أجهشت بالبكاء وهي الليلة الوحيدة التي لم تستطع أن تصلي من قيام لشدة المصاب ولشدة الألم والأسى وما جرى عليهم من المصائب في يوم عاشوراء، وهي تندب أمها الزهراء تقول وأنا أسمع، تقول
يا قرة العين حاضرة. فلذلك لدينا رواية يذكرها من صاحب كتاب الخصائص الحسينية للسيد سيد جعفر التستري رضوان الله عليه، رضوان الله تعالى، يقول إن زينب كما هو معروف عند أهل المقاتل، إن زينب في ليلة 11 خرجت تتعثر بممشاها حتى أن وصلت إلى جثمان من أخيها الحسين صلوات الله عليه، مولى أبي عبد الله. فرأت هنالك نسوة قد جلسنا عند الجثمان، فقال أخي من أنت؟ فقالت أنا مريم وهذه آسيا. قالت ومن هذه المرأة التي تضع السدال على وجهها وتعزونها؟ قالوا إنها الزهراء فاطمة. سلام الله. نحن لا نأتي بأشياء خيالية، ولكن الزهراء قد حضرت مصابها، وقد عبر عنها أكثر من شاعر يقول أنا الوالدة واحضر عزبني وين ما كان. لذلك هذا الكلام مو مسألة خواطر شاعر، لا لا بس تحقيق. والدليل من أين دليل؟ دليلنا من الإمام الصادق عليه السلام، قول المعصوم حج علينا وفعل. نعم. يقول في أحد الأيام من عبان بن تغلب في بداية شهر محرم الحرام لم أحضر إلى الإمام الصادق، حضرت عند أحد المؤمنين مجلس عزاء، فعندما دخلت تعثرت قدماي بثوب أحد المعزين. فبعد 3 أيام حضر إلى الإمام الصادق، قال أين كنت يا أبان؟ يقول خجلت أن أقول له بأني متغيب، كنت في مجلس. قال أكنت تحضر مجلس عزاء جدي الحسين؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال عندما دخلت وعثرت قدماك في ثوب؟ قال أي والله، وكيف علم؟ قال يا هذا إن الثوب ثوبي. قال يا ابن رسول الله أتجلس عند بداية المجلس بوضع أجلكم الله مدس أو أحذية المعزين، ولما لم تدخل في المجلس؟ قال وكيف أتقدم إلى المجلس وقد تقدم بالمجلس جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب وأمي فاطمة. هذه رواية محققة وثابتة عند الجميع، أنه أهل البيت سلام الله عليهم يجلسون ويكونوا متواجدين في مجالس الحسين. حسين ومتواضعين جدا. شيخنا العزيز، هذا الوجود والتواضع هذا درس شلون نقدر نستفاد من عنده احنا اليوم بواقعنا، اخواننا اللي يقيمون المجالس، اللي الناس اللي تحضر للمجالس، هذا الدرس بالتواضع، هذا الدرس بالاخلاق العالية. نعم. فكيف نستثمر من خلال جنابكم الكريم هذا الدور اللي كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والأمير علي عليه السلام والزهراء سلام الله عليها أنه تواجدهم يكون في المجلس، الإمام الصادق عليه السلام يقف في طرف المجلس باعتبار أنه هو المعزة. المعزة، نعم. طبعا أذكر لك حادثة. نعم. في مدينة الكاظمية قبل ولادتي في عام 1058 أو 57، طبعا من أقاربي خال والدي الخطيب وشهيد الشهادة الثالثة السيد عبد اللطيف الوردي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كان من خطباء البارعين في مدينة الكاظمية، هو والشيخ كاظم آل نوح في منطقة أم النومي عندنا في الكاظمية. نعم. تعلم الخطباء في ليالي محرم هناك مجالس عديدة، طبعا كانت تصغر مدينة الكاظمية بالمجالس الحسينية من الشخصيات والمتوجهين والمعارف. فمر الشيخ كاظم آل نوح وسيد عبد اللطيف الوردي، أطفال، شوف أطفال، وضعوا عباءة لوالدته علقها بمسامير بالدربونة وفرش فالسجادة بسيطة، وعذرا يعني من المستمع تنك الدهن وضع عليها الغطاء الأسود كأنه منبر للقارئ، أطفال. فمر الشيخ كاظم آل نوح رحمة الله عليه والسيد لطيف الشهيد رحمة الله عليه، تعلق أحد الأطفال بلهجته قال له سيدنا أريدك تقرأ لي مجلس اجعل الشيخ كاظم آل نوح. الشيخ كاظم آل نوح يحب يمازح، قال له اذهب إلى السيد لطيف ويقرأ لكم، جاء اجعل السيد، قال له سيدنا قرأ لنا مجلس. كانت الليلة ليلة علي الأكبر بالخصوص،
يضع الخطباء في كل ليلة لشخصية من شخصيات كربلاء. نعم. فقال على عيني، قال له ايش عندك انت؟ يحكي ويا يعني لهجة تواضع. قال له والله ما عندنا لا شاي لا شكر. انطاه نصف دينار، وفي تلك الفترة كان مبلغ كبير. قال له روح جيب شكر وشاي وكعك، هاي نص دينار. الشيخ كاظم آل نوح راح إلى مجلسه، وسيد لطيف راح إلى مجلسه، فانتهى. سيد لطيف وعد دول أطفال، أخبروا أهلهم بأنه سيد لطيف حيقرأ لهم. تعرف ما بين التصديق ولا أنا في غاية فيها. نعم نعم. فحضر السيد لطيف الوردي رحمة الله عليه، وجلس على تلك التنكة، تنكة دهن زينب كما يذكرون أهلنا يعني، طبعا عن والدي وأذكرنا. نعم. يقول السيد لطيف الوردي رحمة الله عليه، عندما قرأت ذلك المجلس أصبحت روحانية كبيرة، يعني زقاق، فتحت الأبواب والعويل والنساء تصرخ، وتجمع الناس بهذا الموقف. انظر لتواضع سماحة هذا السيد وهذا. شوف مين جاء الجزاء بابا. نعم. كمل. قالوا له سيدنا يومية تجينا؟ قلنا يوم جاي. راح الشيخ كاظم آل نوح رحمة الله عليه بالليل، كان بيتهم في بستان حمد، يعني طبعا يعني هذا كلها هاي بيها نعم سنة. شاف في عالم الرؤيا أن الزهراء تقول يا شيخ كاظم أخبر عني ولدي، إني قبلت منه العزاء في ولدي. انظر هنيئا. فخرج مهرولا في ذلك الليل، خرج الشيخ كاظم آل نوح، ذهب إلى بيت سيد عبد اللطيف الوردي، كان في منطقة العقيلات أيضا بالكاظمية. يطرق الباب، قال له ها كاظم خيرك؟ قال له بعني هذا المجلس بعشرة دنانير. قال ايش بيك انت؟ هل انت قد جننت؟ قال لا. قال له تعال احكي لي شنو السالفة. قال اني رأيت مولاتي فاطمة تقول قل لولدي قبلت به قبلت منه العزاء لولدي. هذا لولا تواضعه ولولا الزهراء لم تحضر تقول له هكذا؟ قطع الله. هذا الجواب أقول لأهل المجالس الذين يتوجهون لأصحاب الأموال وإلى الشخصيات التي تأتي بمقدمتهم بمقدمة المجلس. لماذا؟ والشخصية الفقيرة يجلسون بعيد، أقول هنيئا لك، أنت تجلس كما جلس إمامك الصادق، وأنت المقدم في المجلس وليس هم، لأن رسول الله وعليا وفاطمة قد تقدموا وحضروا في المجلس. فليتنافس المتنافسون مولاي. نعم. يعني ما أعرف، هنيا هنيا لمثل هذه الشخصيات، وهنيا لخدمة الحسين الحقيقيين. أنا أخص بالذكر خدمة الحسين الحقيقيين اللي يحيون ذكر الحسين عليه السلام بكل روحانية عالية. شيخنا العزيز، أكو حديث قدسي يقال فيه إنه الجنة خلقت من نور الحسين. نعم. يعني إذا أمكن توضح لنا الحديث وين موجود، وتتكلمنا عن هذا الموضوع، هل حقيقة إنه الجنة خلقت من نور الحسين سلام الله عليه؟ طبعا هذه في كتاب الخصائص الحسينية للعلامة السيد جعفر التستري رضوان الله تعالى عليه. هو اعتقد ام شيخ ام سيد، لكنه هو لجعفر التستري. مهم، يذكر في حديث قدسي يقول ان الله عندما استوى على عرشه تمتم بكلمات فخلق روحا، ومن ثم تمتم بكلمات فخلق نورا، فمزج الروح بالنور فاذا بها روح محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فخلق الله من نور روح محمد السماوات والارض، وعليا هو كمحمد. يقول رسول الله أنا وعلي أبوا هذه الأمة. عرفت شلون؟ آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم على ذلك. وخلق الله من نور وجه فاطمة، الرواية تقول نور القمر، والرواية تقول لا الشمس والقمر، ها الشمس والقمر. وخلق الله من نور الإمام الحسن صلوات الله عليه القلم وما يسطرون، نون والقلم. والقلم نعم. ومن نور مولانا الحسين صلوات الله عليه خلق الله الجنة، وقيل خلقت جنان من نور الحسين.
فأي ولا نستعجل. لذلك معذرة شيخنا، لذلك في حديث الكساء تجمع هذه لولا ما خلقت سماء ولا أرضا ودليل إلا لأجل هذا استدلال، لأن هؤلاء هم سر الكون. الإمام الصادق عليه السلام سيدي ومولاي وروح العالم يقول إن طينتنا ليست كطينة الأشباح الخمس. شنو الأشباح الخمس؟ الأشباح الخمس عندما نأتي في تفسير وأن من شيعته لإبراهيم، سأل بينا إبراهيم عليه السلام قال أي ربي إني أرى أنوار قد تعلقت تحت عرشك، فقال يا إبراهيم هؤلاء محمد وإيليا وفاطم وشبر وشبير، قال أي ربي وإني أرى تسعة أنوار قد تعلقت بتلك الخمسة الأنوار، قالوا هؤلاء هم ذراريهم إذا محمد شباوة علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق والأئمة الأطهار، قال أي ربي وإني أرى أنوار قد تشابكت حولهم، فقال هؤلاء هم محبيهم وشيعتهم. انظر لهذه المنزلة، نادى إبراهيم الخليل عليه السلام، حطيك فد ربط كلش لطيف، قال ربي اجعلني من شيعتهم، فنادى العلي الأعظى ماذا وإن من شيعته لإبراهيم، وربط الصلاة على إبراهيم بالصلاة على النبي. عندما نقول في الصلوات الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إنك حميد مجيد، وجعل الله نور الحبيب المصطفى في صلب أبينا إبراهيم، في صلب أبينا إبراهيم، لأن هو أبو الموحدين. لذا يقول رسول الله أنا ابن النكاح وليس ابن السفاح. البعض يتساءل يقول إن الحبيب المصطفى يعتلي إلى غار حراء، أنت إنسان عاقل والإنسان العاقل يدخل في غرفة مظلمة ويقعد يتأمل، هل هذا نوع من الجنون؟ الحبيب المصطفى أحبتي سادتي الكرام كان على ملة إبراهيم الخليل، نعم، لأن المغارة هنا فيها كوة والكوة فتحة وجهها نحو الكعبة، فكان الحبيب المصطفى يجلس ويتعبد إلى الله عز وجل بالخلوة. لذا أخذ المتصوف باب الخلوة من هذا المسألة يعني، فلا تلومهم، فإن خلوتهم من جلوس الحبيب المصطفى في غار حراء. نعم، وعذرا خرجت يعني. لا بالعكس شيخنا، احنا نستثمر وجودك قدر الإمكان أنا والسادة المشاهدين. شيخنا الإمام الصادق سلام الله عليه يذكر في زيارة بالذات يعني ما أذكر، بس السلام على الذبيحين. نعم، من هما الذبيحين وما هي وشنو الفوارق بيناتهم؟ نعم، أكو فوارق لو نفس المستوى. يقصد به من الذبيح الأول هو يحيى بن زكريا والحسين بن علي. عندما نأتي إلى التفاضل بينهما، يحيى بن زكريا قد ولد وهو ولدت أمه بستة أشهر، والحسين بن علي أيضا هو ستة أشهر. هذا التشابه، تشابه الأول. لم نجعل له من قبل سميه، يحيى كان أول يحيى والحسين هو أول حسين. طيب، يحيى عندما ذبح فارت الأرض بالتنور، يعني أصبحت دما عبيطا، فألقي عليها جبلا من التراب وأصبح الدم يفور. والحسين بن علي، هذا يقول ابن حجر العسقلاني فالصواعق المحرقة، يقول عندما قتل الحسين صلوات الله عليه ما من حجر في الأرض قلبته إلا وتحته دما عبيط. إذن هذا التشابه بينهما. قطع رأس يحيى بن زكريا والحسين بن علي قطع، هنا بقى ثلاثة أيام مصلوب على الأرض، وهذا بقى ثلاثة أيام مصلوب على الأرض، فهذا أوجه التشابه ما بينهما. شيخي العزيز، العلة، الكثير من الخطباء والباحثين والعلماء والمحققين تكلموا عن مسألة خروج النساء وأسباب خروج النساء مع الحسين عليه السلام. أسباب كثيرة، وعلى رأسه وأهمها أنه قول الإمام شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا، هذه
المحور والنقطة الأساس. طبعا حديث رسول الله: شاء الله أن يراه قتيلا ويراكم سبايا. بالضبط. أنا أسأل سؤال هنا، الدور اللي لعبته السيدة زينب سلام الله عليها ما بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، كان تكليفها من البداية لو هو مسند لها لسبب معين؟ طبعا في مقدمة الحديث، أولا التكليف بعد شهادة الإمام أصبح للإمام زين العابدين. نعم. لكن هنالك أحداث قبل استشهاد الإمام أعطاها إلى مولاتي زينب، لأن فعل المعصوم حجة. نعم. أولا أمرها قال: أخي لا تخمشي علي خدا ولا تشقي جيبا ولا تنتري شعري، أخي أنك عالمة غير معلمة. إذن أعطاها العصمة المكتسبة وعادها الإمام السجاد سلام الله عليه. نفس الجملة. إذن تأكيد الإمام المعصوم وابن أخيه الإمام المعصوم في هذا القول. كان دور الإمام السجاد يشكو من المرض وهو طريح الفراش، فلذا نرى بأن مولاتي زينب صلوات الله عليها عندما كانت تتحدث تأخذ الإذن من مولاي زين العابدين لا تخرج على إمام زمانها، وإن كانت عمته الكبرى، تتعامل معه كإمام، إمام معصوم مفترض الطاعة يا مولاي، بعيدا عن العلاقة. العلاقة أخرى هنا القضية، أنا أعيب على قضية بعض الخطباء وبعض رجال المنبر. نعم. لم يركزوا على أخذ المأذونية في هذا التوضيح. يعني أرى زينب صلوات الله عليها عندما وقفت وخطبت بأهل الكوفة وقالت: يا أهل الكوفة، إن الله ابتلانا بكم وابتليتم بنا، ها، فأخذوا يبكون: نحن شيعتكم وشيعة أبيكم. قالت: بل أنتم الغادرون. زينب صلوات الله عليه فضحت سياسة بني أمية وأخذت، لذا نرى موقفها عندما دخلت على طاغية عصرها من عبيد الله، وطاغية عصرها معاوية، يزيد بن معاوية، وفضحت بخطبتها. هنا قام دور المعصوم عندما طلب أن يعتلي المنبر وقال: إن لي فيها كلمات فيها رضا الله، بعد أن عرف الناس بنفسه وفضح سياسة بني أمية، انقلب من في القاصر وفي الشام على من يزيد بن معاوية فعاين الله عليه. فلذا نصحوا بأن لا يبقوا فترة طويلة في الشام، لأن بقاهم خطر، خطر عليه، لأن انكشفت كذوبته. وكذلك شهادة سفير الروم عندما علم بأن هذا رأس نبيهم وحاججهم، قال: ويلكم، نحن حذوة حمار عيسى نحج إليها، وأنتم ابن نبيكم تقتلون، وقتل لأن فضح. إذن هنا دورا إعلامي أسدت جنابك. نعم. أعددت البرنامج والكوادر والجنود المجهولة، طبعا نقدم شكر وتقديري لهم. الآن هذا الإعداد هو إعلام لإخراج مظلومية الحسين صلوات الله عليه، لأن مظلومية الحسين أو لا الحسين التي بقت خالدة ليومنا هذا، المعركة 61 ونحن الآن 1444، يعني قرابة 1390 تقريبا، يعني 13 قرن وبقى لا الحسين خالدا. لقول أحد الأخوة الشعراء لطيفي: يا صاحب الكلة التي قد أعلنت إن اللغات ذليلة عجماء. أحسن، لطيف جدا يتكلم عن الكلة، في هذا التجسيد، لأن لا الحسين بقت خالدة وتبقى خالدة لأنها لا لكل ظالم ومستبد، ولكل عصر حسين وشهيد. انتبه لهذا، إذ نرى علماءنا قد قدموا الأضاحي، منهم الشهيد الأول أقصد به حر العاملي، والشهيد الثاني، وشهداء محمد باقر الصد ومحمد باقر الحكيم وسماحة الشهيد الثاني الصد، هؤلاء هم شهود على العصر، التهموا ثورتهم من لا الحسين، من الحسين. الحسين خالد، ثورة الحسين هي الشعلة اللي منعته المنار يستنير. يا أخي المنار، الإمام الحسين عندما ترك في يوم الثامن من ذي الحجة ترك مكة وخرج خوفا من أن يقتلوه،
وقالوا له من يعني أمرهم هؤلاء القتلة 30 فرسان؟ قالوا لو كان معلقا بستائر الكعبة فقطعوه. فخرج خوفا أن لا تتأثر شعيرة الحاج وحفاظا أن لا يقتل في هذا المكان المقدس، فجعل الله من قبره كعبة للأحرار. أحسنتم سماحة الشيخ، ما كان بودي أن ينتهي الوقت وتخلص الحلقة على الله. هذه الدرر اللي تفضلتم بها وعلى هاي المعلومات اللي تطرح لأول مرة. الشيخ وسام الخزرجي جزاكم الله ألف خير، حياكم الله وحياكم الله وأعظم الله لكم الأجر مرة أخرى، جورنا وأجوركم. الله يحفظكم. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حديثنا في عاشوراء، فاصل قصير ونعود إليكم. وصلنا وإياكم أحبتي المشاهدين إلى فقرة قالوا في الحسين عليه السلام. قالوا في الحسين عليه السلام، هذه المرة نأخذ أبيات من قصيدة الشاعر علي عسيل العاملي للإمام العباس عليه السلام، إذ يقول: عباس عباس عينك عين الطهر فاطمة، فكيف توصف في شعر وفي مثلي، والباء بسملة الماء الذي ارتفعت، أمجاده ألفا والسين سيف علي. هذا ما قاله الشاعر علي عسيل العاملي. نذهب وإياكم سوية لنسمع ونرى ماذا قال الأدب الشعبي وماذا قال الشعراء في الأدب الشعبي للحسين عليه السلام. حينما علم الإمام الحسين بوصوله إلى كرب وبلاء، أمر القافلة بالتوقف، فسألوه عن السبب، قالهم: هنا محط ركب السفر، هنا النزل متاعنا، هنا تنصبوها الخيم، هاي سمانا وقاعنا، من صوبهم صار النهر، هاي ابو فاضل باعنا، قال للي بيعك سيدي يشترطك تسنون، ولا يهمك السيف البدا يواصل الدم لعيون، خافوا المبرد ينثلم ما قبلوا يحدون، نصبوهن وزينب درت رادت تجي ترتبها، بس جاهزة الخيمة لقت، بس هي عوز الطبها، شافت مطموم الوتد عرفت من الناصبها، بالليل جاب لهم خبر عباس عنده بشارة، باكر حرب باكر نصر، رغم العطش وكتاره صياد وش محلى التعب من تذقل السنارة، من سمع الحسين الخبر صاح على ربعه ولمهم، وقدامه سبحة جمعوا مثل الخرز فرزنهم، لهم الجنة البايعوا والضدة عباس لهم، وغطى العطش بين الخيم بوق الملامح ربحة، والغطى شفت اليبست بلعة الريج تفضحة، الونة صاغة من القلب شي ضمها لازم تنسمع، عبدالله خافه ويصحى وفز الولد من نومته، وي ما قماطة تقطع حتى ليلوليلة سكت صوته بعد ما يطلع، كاروك ظل من يندفع من التعب ما يرجع، وسفه أبو فاضل برز فن اللي يصير قبالة غربل، وبس جفه وقع والجيش ذبا خالة، بحسين لازم نكتف وضيع عرف يوم خالة، وإحنا اكتفينا بموقفه والطف درسناه كله، تعلمنا منه ما نثق حكي الرسائل مو صدق، مرات بيه مخله، وكون اللي صاحب له بشر مثل الاختار حسين للذبح الرقب ما يخله، والعنده موعد يلتزم من نذن بنص الحرب عاف القتال وصله، وش ما كبر حجم العدو وانت على حق بمنهجك، تلقى القبالة قله السيف الرفع لكن خسر والدم وقع، بس انتصر شكراً يا المعنع البشر، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.